هو من حقنا نقلق من الكورونا قوي يا دكتور؟ انا بسأل بره القلب بس، بسأل يعني، اكيد احد اصدقائك او من افراد اسرتك هيسألك السؤال ده، فانا بعتبر انه الناس لازم يسألوك السؤال ده. طبعا شكرا جزيلا. طبعا مش هنقدر نخلي بالنا من امراض القلب الا لما كنا متأكدين ان احنا هنخلي بالنا من الكورونا، لان احنا زي ما حضرتك قلت وسمعت قبل كده لازم نخلي بالنا من المرضى ومن الاستاف، لان من غير الاستاف دول مش هنقدر. التيم اللي انت شايفه ده وتيم كبير جدا من الممرضات وكل الانواع دول، احنا يعني بنتفانى في خدمتهم هم عشان يقدروا يخدموا كمان المريض. ف يعني مرض الكورونا ممكن ان يؤثر على المرضى بتوعنا، يمكن يؤثر على الاستاف، وبعدين مش هنقدر نقدم الخدمات اللي انت حضرتك سامعها من كل التيم ازاي التفاني ده والحاجات دي كلها، من غير ما احنا متأكدين ان احنا نخلي بالنا من الاستاف ومن المرضى. فطبعا كلنا مشغولين من الموضوع ده، وزي ما سمعت من الدكتور زكريا واخدينها جد، يعني مش ما هياش هزار. ما هياش هزار. ناس، في ناس كتير ممكن تقول it's being exaggerated او في نوع من المبالغة فيها. لا افتكرش ممكن تبالغ في حاجة زي كده، لان دي حياة ناس وحياة مرضى وحياة ستاف، وما نقدرش نفرط في الحاجات دي ابدا. فلازم احنا طبعا زي ما قلنا متفانين لخدمة المرضى والعلم، زي ما سمعت من الدكتور جندي، انه مش هنقدر نقدم الحاجات دي من غير ما نخلي بالنا من الحاجات التانية اللي زي مرض الكورونا دي. البالانس ازاي هنعملها دي من غير ما نوقف كل حاجة؟ هو ده التحدي. فإنما عايشين من يوم ليوم تقريبا، بنفكر كل يوم ايه اللي هيحصل، وازاي نخلي بالنا ان احنا ما نفرط، ازاي نخلي بالنا من الحياة ونفرط في الحياة. طبعا ما نقدرش. It doesn't make sense.